لبنان في مازق كل المشاكل تتجمع دفعه واحده بدءا من الكهرباء غير المتوافره اصلا وصولا الى المياه شبه المقطوعه وبين الازمتين رغيف الخبز مهدد ليس بسبب الغلاء فقط وإنما بسبب عدم توافر الطحين ولو أردنا تعداد كل المشاكل والأزمات لطال الشرح وتشعب فقط توقفنا عند أمور ثلاثة أساسية في حياة الإنسان لإظهار كم أن الإنسان في لبنان يعاني وعلى كل المستويات مع ذلك بما ينشغل المسؤولون عندنا بالحرتقات الصغيرة التي لا تقدم ولا تؤخر في شيء فامس وبدلا من ان ينصرف اللبنانيون الى الاهتمام بامورهم الحياتيه وكيفيه معالجه ازماتهم اذ بهم يتابعون حركه رئيس الحكومه وصعوده الى بعبده ثم حرب المصادر والمصادر المضاده التي اندلعت بين المطبخ الاعلامي للقصر الجمهوري والتيار الوطني الحر من جهه وبين المطبخ الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي من جهه ثانيه. المؤسف ان كل ما قيل يدخل في اطار المعارك الصغيره وهي معارك سئم منها اللبنانيون ودفعوا ثمنها غاليا جدا فمتى يدرك المسؤولون ان المطلوب حكومه لا تذاكي ورمي المسؤوليات على بعضهم بعضا ومتى تدرك المطابخ العالميه ان الناس تعبت من طبخاتهم المسممه التي هي اشبه بطبخات بحث